بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهاجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 46 في أساليب القرآن وفنون البليغة، ومن أهم الأساليب التأكيد أو التوكيد. وقلنا أن التوكيد له أدوات في الجملة الإسمية، وأحيانا له أدوات أخرى للجملة الفعلية. فإحنا ما زلنا في أدوات التوكيد للجملة الإسمية اللي هي عمدتها إن، مش كده؟ إن وأن ولكن وكأن، واخد بالك؟ وهكذا تكلمنا ووقفنا على النوع العاشر من التوكيد، منها هاء التنبيه. يا أيها، الياء حرف نداء والهمزة تأكيد، واخد بالك ازاي؟ والهاء للتنبيه، كويس. ياء دي، خد بالك، ياء دي حرف نداء للبعيد. ايها، الهمزه حرف نداء للقريب، واخد بالك؟ وتاتي ايضا ايه؟ للتنبيه. والتانيه، الياء التانيه هي حرف النداء، حرف النداء الاصلي. شوف، قبل حرف النداء جبنا ايه؟ يا، عشان بعيد، يا يسمع، على ما يسمع ايها. يعني ايه؟ اي، يا اي يعني يا فلان، فهمت ازاي؟ ها، كل دي ايه؟ تنبيه. عشان ايه؟ كل ده علشان ايه؟ يسيب اللي في ايده ويسمعني، فهمت ازاي؟ شوف ده. لكن لما بيبقى قريب اقول ايه؟ ايها على طول، همزه على طول. واحيانا انادي القريب بنداء البعيد، رياء البعد، يعني كأنه بعيد قوي مش واخد باله، يا محمد ده انت مش واخد بالك يا اخي، فهمت ازاي؟ يا دي معناه ايه؟ يعني بعيد قوي عن الفهم الصحيح، فهمت بقى ازاي؟ مع انه قدامي، فهمت ازاي؟ لكن اما يبقى قدامي على طول وحناديه من غير ايه؟ ارادة البعد، اقول له ايه؟ ايها الانسان، واخد بالك؟ ايها الانسان، لانه بيواجهه على طول، مواجهه قريبه. كل دي اساليب النداء، برضو من ضمن اساليب التوكيد، لان انا كوني بناديك معناه ان انا باكدك تسمعني، مش بقول كلام مش عايز حد يسمعه، لا، ده انا عايزك تسمعني، فهمت؟ فيبقى منها هاء التنبيه في النداء. ما احنا الهاءات كتير، في هاء التأوه، لما تبقى متألم تقول دي اسمها هاء التأوه، واخد بالك؟ وفي هاء التنبيه، واخد بالك ازاي؟ منها هاء التنبيه في النداء نحو يا ايها. قال سيبويه: واما الالف والهاء اللتان لحقتا ايها، ايا، هي اصلا ايا، هي اصلا ايه؟ ايا. فجبنا الياء الاولانيه للبعد، واخد بالك ازاي؟ والهاء للتنبيه. فكانك كررت يا مرتين، يا أيها، وصار الاسم تنبيها، كأنك ناديته مرتين يعني. هذا كلامه، ده كلام مين؟ عمنا سيبوي. ها، عقبالك كده اما تبقى بتفهم زيه يا رب. وهو حسن جدا، وقد وقع عليه الزمخشري فقال، يعني الظاهر الزمخشري نقله من سيبوي بس عبر عنه بطريقة تانية. وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدة تبيين معادلة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناه ووقوعه عوضا مما يستحقه، أي من الإضافة. كلام سيبوي أوضح. الحادي عشر: يا الموضوع للبعيد، إذا نودي زي، خد بالك إيه؟ ذلك، واخد بالك إزاي؟ وذاك، ذاك للقريب وذلك للبعيد، اللام للبعد،
ذلك الكتاب لا ريب فيه. طب وليه جابوا بعد؟ جاب لام البعد هنا لما قال ذلك الكتاب؟ لبعد منزلته ومرتبته وعلو شأنه، واخد بالك؟ لكن احيانا بعد ما كسر الوحي قال لك ايه؟ تلك ايات الكتاب على طول، واللام برضو للبعد بس التاء للتانيث، واخد بالك؟ زي يا سلام على اللغه العربيه، انا عايزك تتذوقها كده، تعيش بيها، تفطر بيها كل يوم، واخد بالك؟ بقى لما تروح تفطر طعميه وفول، تفطر لغه عربيه جميله والله، ساندوتش لغه عربيه، تيك اواي دليفري. فاحنا عندنا دليفري في اللغه العربيه في مسجد الاشراف يوميا، واخد بالك؟ بس ناقص اجيب موتوسيكل لما ظهري يخف. يلا الحادي عشر ياء، الموضوع ايه؟ للبعيد. اذا نودي بها القريب الفطن، لما يبقى واحد قدامك وتناديه بياء البعد، دليل ايه؟ انك انت بتناديه من بعد غفلته عشان تنبهه، كانه في غفله بعيده قوي، هو مخه في الشندوتشات والاكل زيك كده، وانت عايز تنقله لمعاني تانية راقيه. فانت بقى ازاي؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يا كانه كان بعيد قوي في غفله، فهمت ازاي؟ وبعدين ربنا بيلقنه من كرمه الاجابه، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، عشان يقول له ايه؟ كرمك يا رب، يقول له غفرت لك. شفت الرحمه؟ لكن لو ربنا مش عايز يرحمه يقول ايه؟ ما غرك بربك المنتقم، يبقى راح في داهيه، فهمت بقى؟ لكن ربك علشان ايه يقول لك رحمتي سبقت غضبي؟ قال يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ايه الكرم ده؟ كانه بيلقنك الاجابه، الغبي بقى مش واخد باله من الاجابه، يقوم ايه؟ ما يجاوبش، يقوم يروح في داهيه، لكن النبي يلقط الاجابه على طول لانه ربنا لقنها له، عشان تقول له كرمك، يقوم ما يخيبش ظنك، يقوم يكرمك، فهمت بقى يا استاذ؟ يا الموضوع للبعيد اذا نودي بها القريب الفطن. قال الزمخشري انه للتاكيد المؤذن بان الخطاب الذي يتلوه معتنا به جدا. الثاني عشر الواو، ده الواو دي حكايتها حكايه، تالف فيها كتاب، يا على الواو دي يا خبر. طبعا احنا نتكلم على واو واحده النهارده، اللي هي واو الحال. واو الحال، ما في واو العطف المشهوره، في واو الحال وواو القسم، فيها واوات كتير قوي، وفي الواوا يعني التعويره الوند، واخد بالك؟ يقول لك انا عندي واوا. في حاجات كتيره يعني. يعني ممكن نعمل سؤال كده في الدكتوراه، ايه اذكر ما تعرفه عن الواو، لازم تذكر الواوا لان برضه ايه من ضمن الواوات، واخد بالك؟ المهم الواو يقول لك زعم الزمخشري انها تدخل على الجمله الواقعه صفه لتاكيد ثبوت الصفه بالموصوف، كما تدخل على الجملة الحالية كقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. شوف إلا ولها كتاب معلوم، يعني والله لها كتاب معلوم، كأن الواو فيها كمان معنى القسم من جواها، يعني هي مغموسة بمعنى القسم من جواها، فهمت؟ وقوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لكن مش عاجبهم كلام ايه الزمخشري، العلماء ما عجبوش، قالوا يا زمخشري دي مش واو داخله على جمله الصفه، دي واو جايه داخله على جمله الحال، ربنا يهديك واذبح لك ديك، دي واو داخله على جمله الحال مش جمله صفه، فهمت بقى ازاي؟ والصحيح ان الجمله الموصوف بها لا تقترن بالواو، لان الاستثناء المفرغ لا يقع في الصفات بل في الجمله الحاليه، في الجمله الحال من قريه لكونها عامه بتقديم الا عليها، إلا ولها، أصل إلا الاستثناء المفرغ ده ما يدخلش الواو عليه إلا على جملة الحال، ما تجيش بعديه جملة صفر. الثالث عشر إما المكسورة، أصل إما دي المكسورة معناها إيه؟ إن ما، يعني فيها إن ومعها ما، فبقت إما، خدت بالك؟ إما المكسورة كقوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، أصلها إن الشرطية، إن زيدت ما تأكيدا، إما، وكلام الزجاج يقتضي أن سبب اللحاق نون التوكيد، وقال الفارسي الأمر بالعكس لمشابهة فعل الشرط بدخول ما للتأكيد بالفعل المقسم عليه من جهة أنها كالعدم
في القسم لما فيها من التأكيد، وجميع ما في القرآن من الشرط بعد إما توكيده بالنون. قال أبو البقاء وهو القياس، لأن زيادة ما مؤذنة بإرادة شدة التوكيد. واختلف النحاء، أتلزم النون المؤكدة فعل الشرط عند وصل إما أم لا؟ فقال المبرد والزجاج لا يلزم ولا تحذف إلا لضرورة. وقال سيبوي وغيره لا تلزم، فيجوز إثباتها وحذفها والإثبات أحسن، ويجوز حذف ما وإثبات النون. قال سيبوي إن تثبت لم تقحم النون، كما أنك إذا أثبت لم تجيء بما. وجاء السماع بعدم النون بعد إما كقوله تعالى فإما تريني ولي لمة، لمة يعني شعر كده إيه نزل لحد كتفي يعني. فإن الحوادث أودى بها، يعني كثرة الحوادث نحلت شعري يعني سقطته قبل إيه يعني، زي ما تقول شافوه أصلع وشعره أقرع، فقول يا سلام لو كنت شفتني وأنا شعري طويل، لكن الدواهي اللي شفتها قرعتني سقطت شعري. فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها، يعني بلمتي يعني بشعري. الرابع عشر، أما المفتوحة، يبقى احنا عندنا إما المكسورة وفي أما المفتوحة. قال الزمخشري في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أصل أما المفتوحة دي فيها معنى كمان إيه التقسيم، كأن هقسم بقى أما كذا وأما كذا وأما كذا، خدت بالك؟ ففيها معنى أيضا التقسيم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وبعدها بقى والقسم الثاني وأما الذين كفروا، فتملي تدي معنى التقسيم، يبقى أنا هقول أنواع كثيرة يعني. الخامس عشر، ألا الاستفتاحية، كما صرح به الزمخشري في قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون في سورة البقرة. ويدل عليه قولهم إنها للتحقيق، أي تحقيق الجملة بعدها، وهذا معنى التأكيد. قال الزمخشري ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السادس عشر، ما النافية، نحو ما زيد قائما أو قائم، على لغة تميم. جعل سيبويه فيها معنى التوكيد لأنه جعلها في النفي جوابا لقد في الإثبات، كما أن قد فيها معنى التوكيد، فكذلك ما جعل جوابا لها، ذكره ابن الحاجب في شرح المفصل. السابع عشر، الباء في الخبر، نحو ما زيد بمنطلق، ما زيد إيه بمنطلق، أصل إيه تملي الباء تدخل على الخبر لما تأكد النفي، واخد بالك؟ لكن لو كانت مثبتة، واخد بالك، هتقول لام، تقول إن زيد لمنطلق، خدت بالك؟ يبقى لما تبقى مثبتة إن زيد نقول إيه لمنطلق، تدخل اللام معاها لما تكون الجملة مثبتة. طب لو الجملة منفية، ما زيد، تدخل الباء بقى بمنطلق علشان يتأكدها. يبقى الباء تدخل على الخبر في تأكيد المنفي، واخد بالك ازاي، واللام تدخل على الخبر في تأكيد ايه المثبت. فهمت بقى؟ لغتنا الجميلة نتباهى بيها، والله نتباهى بيها فعلا، فيش لغة بهذه الدقة على وجه الأرض، وعشان كده بقت لغة القرآن يا ابني. لا تنفع انجليزي ولا فرنساوي ولا لاتيني ولا سورياني ولا هندي ولا سندي ولا ملاوي ولا أي لغة أخرى. فهمت ازاي؟ ما هو ربك اللي خلق اللغات، مش ربك هو اللي خلق اللغات وعلمها لأبونا آدم، وأبونا آدم خص كل مجموعة من ولاده بلغة، وبعدين انتشروا في الأرض فانتشرت اللغات، وعلم آدم الأسماء كلها. الأسماء كلها يعني إيه؟ اللغات يعني كل كلمة ومرادفها بلغات مختلفة، شجرة تري مش عارف إيه في كل اللغات، سماء تبقى سكاي تبقى مش عارف إيه في كل اللغات، وهكذا. فهمت إزاي؟ أدي الأسماء اللي علمها الآدم،
واخد بالك؟ فاللغه اللي واضعها ربك اصلا، علمها لابونا ادم، ابونا ادم علمها لابنائه، فخص كل مجموعه من ابنائه بلغه، وبعدين كل مجموعه سكنت في حته في الارض فانتشرت اللغات، وربنا اختص اللغه العربيه يتجلى كلامه فيها. فهمت ازاي؟ لشرفها، فهي اشرف لغه، وهي لغه اهل الجنه كمان، لغه اهل الجنه. طب قال لو واحد ما بيعرفش عربي يدخل الجنه، هيروح ربنا هيعلمه؟ يا اخي انت مالك انت، ربنا قادر يا اخي يعلمه يا اخي. يعني ما اللي ما بيتكلمش عربي مش هيدخل الجنه؟ لا يا عم يدخل الجنه، بس ربنا هيعلمه العربي. فهمت ازاي؟ يبقى الباء في الخبر نحو ما زيد بمنطلق، قال الزمخشري في كشافي القديم. زي ما ايه؟ اما واحد يقول لك قوم تعالى معايا، تقول له ما انا بقائم، يعني مش هجيبها معك ابدا. فهمت ازاي؟ يقوم ييأس منك، يسيبك بقى، لان انت اكدت له انك مش هتقوم، مفيش داعي بقى ايه تحلف عليه تاني، خلاص هو خلاص. يعني اما يجي يقول لك مثلا تعالى معايا، تقول له لا يا سيدي تعالى معايا، ما انا ايه اتي معك، ارجوك تعالى معايا، ما انا بمنطلق معك يا اخي، يعني حل عن نفوخ اللي خلفوني. فهمت بقى؟ يعني اكدتها زياده عن اللزوم بقى. فهمت بقى ازاي؟ تبتدي الاول ايه كلمه بسيطه، بعدين تزيد فتزيد فتزيد لحد ما يبقى ايه تيأسه من ايه ده. في ايه؟ في المنفي، وفي برضه في التاكيد، تبتدي برضه ايه بجمله اسميه، وبعدين تصدرها بان، وبعدين تحط فيها لام التوكيد، وبعدين برضه ما كفوش ده كله تحط معاها القسم كمان، والله يا شيخ ما انا منطلق. شفت بقى؟ تاكد قوي بقى، يبقى اقصى التاكيد ايه؟ القسم. فهمت؟ الباء في الخبر نحو ما زيد بمنطلق، قال الزمخشري في كشافه القديم هي عند البصريين لتأكيد النفي، وقال الكوفيون قولك ما زيد بمنطلق جواب إن زيدا لمنطلق، ما بإزاء إن، والباء بإزاء اللام، والمعنى راجع إلى أنها للتأكيد، لأن اللام لتأكيد الإيجاب اللي هو المثبت يعني، فإذا كانت بإزائها كانت لتأكيد النفي. هذا كله في مؤكدات الجملة الإسمية. كده خلصنا 17 أداة من أدوات إيه التوكيد في الجملة الإسمية، ونبتدي بكرة في مؤكدات الجملة الفعلية غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، داد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون.